مناظير مع الكاتب والصحفي زهير السراجات اليوم تحت عنوان كتيبة الإعدام. استغل زهير السراج زاويته بالقول: من منكم يصدق أن بنك الثروة الحيوانية الذي يحمل اسم الثروة الحيوانية لا علاقة له البتة بالثروة الحيوانية، ولم يضم مجلس إدارته في أي يوم من الأيام ممثلا لوزارة الثروة الحيوانية، ولم يقم بأي نشاط في مجال الثروة الحيوانية، رغم أنه أنشئ خصيصا في عام 1993 لتنمية الثروة الحيوانية. تخيلوا بنكا يقوم ببيع أصوله وحتى فروعه لتغطية خسائره غير المبررة، رغم ذلك يظل الذين تسببوا في ذلك بعيدين عن المساءلة والمحاسبة حتى اليوم، بل إن أحدهم ألقي عليه القبض بعد سقوط النظام وأطلق سراحه وسمح له بمغادرة البلاد. يواصل زهير السراج بالقول: نشأ البنك على جثة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم التي نحرها النظام البائد ليستبدلها ببنك الثروة الحيوانية بحجة تطوير وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة صادراتنا من الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفتح أسواق جديدة بغرض زيادة الواردات ودعم ميزان المدفوعات. يستمر زهير السراج فيقول: كانت تلك هي الأهداف التي تأسس من أجلها البنك على جثة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، فماذا فعلت كتيبة إعدام الثروة الحيوانية التي أدارت البنك منذ تأسيسه طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم؟ استرسل زهير السراج فيقول: أول شيء فعلته هو التخلص من كل أسواق الماشية واللحوم والحفائر ومراكز الخدمات البيطرية والطرق والقطارات والسكة حديد إلى آخره، وبيع ممتلكاتها وأراضيها، ولاحقا فروع البنك والمضاربة في السيخ والإسمنت والعملة الصعبة وإهدار الأموال في عمليات لا علاقة لها بالثروة الحيوانية. ختم زهير السراج زاويته بالقول: رغم ذلك يظل مرتكب هذه الجريمة الكبرى والخيانة العظمى بعيدين عن المساءلة والحساب، بل يطلق سراح أحدهم ويسمح له بمغادرة البلاد. لماذا ثار الشعب إذن وبذل الدماء الغالية وقدم أغلى التضحيات؟